السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. وأنه مشى لهذا التوندونس ديال القرض، كل مرة تيدير قرض في الشكل ويتشهر، فاش تشهر ولاو كيعطيو الناس فيه فلوس بزاف، كاين اللي يساوي 30 مليون، كاين اللي يساوي 40 مليون، ما عليناش، أنت ما عليك غير تصاوب الـ NFT ديالك، تحطو في البلوك تشين، فاش تحطو في البلوك تشين غيوليو الناس يتهاتفوا على داك الشيء وغادي يشريو، هذا داير 29 مليون. 29 مليون دولار، علم الله شحال هذيك، خصنا ماكينة حساب نحسبوها، غتكون واحد 60 مليار ولا سيبا، المهم حنا تكون 600 مليون، ها شنو كيصنع؟ والو، تخربيق، مشهور، علاش؟ لأن حطوه في البلوك، إخوان حاول تسمعني شنو غادي نقول لك، غتمشي لجوجل، غادي دير يعني في الطي، غدير روشارج، أوكي، عندك مع لونجلي غتقرا غادي تفهم، ما عندكش مع لونجلي أنا غنشرح لك، غتمشي لإيماج. غتشوف هاد المسائل هادو، هادو سميتهم لي NFT. شنو هو NFT؟ NFT هو محتوى عند تصويرة ولا اوديو ولا فيديو، اوكي. شنو هو هاد NFT؟ NFT سيدي مؤخرا خرج واحد السيستيم لي كيتسمى البلوك تشين. شنو هو البلوك تشين؟ البلوك تشين هو لي تيحفظ ليك حقوق الطبع، كيف ما كنسميو، ولا صوتي شي حاجة ديالك تتحطها تما في السيستيم تيفاليدي ليك، تتولي بسميتك نتايا عن طريق واحد لو ليان كيعطي ليك في الكونت ديالك، اوكي. هادي الحاجة الأولى. الحاجة التانية، هذا البلوك تشين هو اي حاجه حطيتيها فيه قابله للتجاره، قابله للبيع والشراء، علاش؟ لانها فيها حقوق الملكيه، ولا صنعتي شي محتوى اللي هو زوين تيكون عليه اقبال، اوكي، كتحطو تما تيتشاف في الماركت، فاش كيتشاف في الماركت اذا كان المحتوى ديالك زوين الناس غادي يشريو، اوكي. غنهضر معاك على حاجه جات تريد، هذا القرض هذا هو حديث الساعه، هذا دابا جينا نشوفو ديال 30 مليون، 30 مليون هذا داير، علاش؟ لان الارتيست اللي صاوبو معروف ومشهور، وانه مشى لهاد التوندونس ديال القرض، كل مره تيدير قرض في الشكل ويتشهر، فاش تشهر ولاو كيعطيو الناس فيه فلوس بزاف، كاين اللي يساوي 30 مليون، كاين اللي يساوي 40 مليون، ما عليناش، انت ما عليك غير تصاوب الان اف تي ديالك تحطو في البلوك تشين، فاش تحطو في البلوك تشين غيوليو الناس يتهاتفوا على داك الشيء وغادي يشريو، هذا داير 29 مليون، 29 مليون دولار، علم الله شحال هذيك، خصنا ماكينة حساب نحسبوها، غتكون واحد 60 مليار ولا سيبا، المهم حنا تكون 600 مليون.